شكرا سيد. الرسالة اللي خطفت الأضواء وطريقة تسليمها العفوية للملك، وإجا اليوم اللي يستلموا فيه الباص، لكن شو رح يصير بعد استلام الباص؟ مبسوط وفرحان وأشكر جلالة سيدنا والأمير حسين عشانهم لبوا طلبي. إجا رئيس الديوان الملكي أنطونا الباص وسلمنا عليه، يعني شعور لايق ومبسوط وفرحان، ويعني شعور رائع. جلالة الملك لبى طلب الطفل إبراهيم وعلى ساحته الرئيسية بقصر رغدان من عطوفة العيسوي رئيس الديوان الملكي، فكمان بنوجه له تحية شكر عبر قناة صوت عمان، ومنشكركم وشكرا كثير لجلال سيدنا. الله معك واحنا على ما ناويتو، سيدنا ابو حسين كل ما ناخيت ولاقيت، جبار الخاطر وسباق للخير، ما يرضى الضيم على مات البشاكيري. الفرح دارينا يا ميدي هلا.